تعلمون أن هناك من يملكون موهبة في تقليد الأصوات. ربما أصوات مطربين أو ممثلين أو مذيعين أو معلقين رياضيين. فمعنا اليوم أحد هؤلاء الإخوة وهو أتى من القصيم ملبيا دعوة البرنامج ليلتقي معكم في هذه الليلة ويقدم لنا تقليد بعض الأصوات، هو الأخ الفنان صالح الجبيري. الأخ صالح الجبيري جاي من القصيم زي ما قلت لكم، كنا التقينا معاه قبل 6 أو 7 سنوات ما أذكر في القصيم في برنامج يمكن لملك كأس. نعم. واكتشفت في موهبة التقليد وبدأ هو ينمي فيها ويقلد أصوات جديدة، وهنشوف لوين وصل الآن على مستوى الإعلامي أو التلفزيوني. يمكن ما صدفناه إلا مرة أو مرتين، وهذه المرة إن شاء الله في لقاء الهواء ينال إعجابكم وتشجعوه حتى يشق طريقه برضو في هذا المجال. تفضل. الآن نقلد الفنان المعروف عباد الجوهر. يا ليلال يا ليلال مع الفنان المعروف الشعبي سلام العبد الله. Thank you.
الآن مع خالد النفيسي وسمير القلاف وعلي المفيدي وأم عليوي في برنامج نشوف في مسلسل تبون مسلسل درب الزرق نشوف الأربعة. اسمع يا قحطة حسين وسعد كل يوم مسوي لنا بالأذية بالفريج وكل ما نقول حسين وسعد غدا وريايل لا والخافي أعظم ما دريت يا قحطة لا بالله ما دريت شو مسوين حسين وسعد حسين وسعد يقولون رايحين بانكوك مسافرين لديار ما نعرفها يقولون في شرق آسيا والظاهر انهم هم ما عنده خبر لا والله ما عندي خبر حسين وسعد رايحين بانكوك يقولون فيها مشاكل واحنا ما احنا قد المشاكل لا يا عمي ما تدري انت وين راحوا وانت ما تدري يعني والله ما تدري يا عمي لا انا اللي علمك اقول حسين وسعد رايحين وقالوا لي باذني هذه قالوا لي والله قالوا لي باذني هذه بنروح بانكوك انا ايش دريني لا بانكوك فيها المشاكل يقولون وفيها خراب الرجال راح هناك وياهنا يتغير عليك واحنا ما ودنا يتغير حسين وسعد والله عليك بهم يا قحطة انت خافهم عذبهم الآن ننتقل للمعلقين الرياضيين ومع المعلق المعروف خالد الحربان في مباراة بين منتخبنا الوطني الأول ومنتخب كوريا الجنوبية سيداتي آنساتي سادتي نحييكم في هذا اللقاء من سنغافورة في مباراة بين منتخب السعودية الأول ومنتخب كوريا الجنوبية تلعب على طول بداية الحقيقة المباراة للفريق الكوري لعبها سينغ هينغ رينغ بينغ على طول إلى كيم يعلي لا نعيمة خلصها راح عند الكرة على طول على طول إلى الصلاة فاتم صيبيع عبا المايد دزها جول 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 الله الله شو الحارس الكوري خلاص الآن نأتي إلى اللاعبين نلتقي مع لقاء مع اللاعب المعروف يوسف ثنيان أيها الأخوة الرياضيون نلتقي باللاعب يوسف ثنيان نرحب فيك يا يوسف في ماذا أعد الهلال لملاقاة فريق الرائد في ختام الدوري الممتاز والله الحقيقة استعدت رسالة جيد وإن شاء الله ربنا يوفقنا في هذه المباراة وإن شاء الله مستعدين إن شاء الله طيب يا يوسف كلاعب جناح أيمن ما هناك إحراجة والله كله غير من الأظهر اليسار يكسرني كلهم يكسروني الآن مع ننتقل إلى الآلات نشوف الدباب أنتم تعرفون الدباب يمشي لكن بنشوف الدباب يتكلم وشلون يسوي وقف عند بقالة وشو بيقول طيب اثنين مرندة الآن نشوف عفوا نشوف منشار الخشب تعرفون المنشار اللي بالصناعية كلكم يمكن رحتوا هذا المنشار لا طفاه وش يسوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته